السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الفرقة الرابعة شعبة إدارة الأعمال. أهلا بيك كل المرة الكام بقى المرة دي؟ أعتقد التانية الأونلاين. النهاردة هنكمل كلامنا على تحليل الأسواق الدولية. هنكمل كلامنا على تحليل الأسواق الدولية، والحقيقة إن الموضوع ده يعني كبير وفي نظريات كتيرة اتحطت في الجزئية دي، وكان الغرض منها إن احنا نفسر عادات الأفراد اللي جوه دولة معينة وسلوكياتهم المختلفة وثقافتهم المختلفة وتركيبة شخصيتهم المختلفة اللي تخلينا واحنا داخلين نسوق أي منتج أو أي سلعة أو خدمة نقدر نتعامل مع المستهلكين طبقا لخلفياتهم الثقافية وعاداتهم وسلوكهم، لأن كل الخلفيات دي هتأثر أكيد في مدى تقبلهم للخدمة أو المنتج اللي أنت بتقدمه لهم. طيب، كنا شرحنا المرة اللي فاتت نظرية هوفيستد واتكلمنا على بعض الأبعاد فيها. المرة دي هناخد أبعاد ثقافية أخرى لترومب نارس. هو اتكلم على مجموعة من الأبعاد وقال إن شخصية الأفراد في الدول المختلفة تتوقف أو بتختلف طبقا لمعايير معينة، وإن احنا نقدر نصنفهم طبقا لمعايير معينة. على سبيل المثال، مثلا من ضمن الأبعاد دي الشمولية مقابل الخصوصية. الكلمة دي لما هنشوفها كده بصفة عامة يعني إيه شمولية ويعني إيه خصوصية؟ يعني الشمولية المقصود بيها إمكانية تطبيق الأفكار والممارسات في كل مكان دون تعديل. أما الخصوصية فهي الاعتقاد بأن البيئة والوقت هي التي تحدد كيف يتم تطبيق الأفكار والممارسات. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بصفة عامة كده إن ثقافة بعض الأفراد في بعض الدول بتتميز بأنها شمولية عالية، يعني بتركز أكتر على الرسميات والقواعد الرسمية اللي مفروض تكون قائمة بين الأفراد دون التركيز على العلاقات ما بين الأفراد. في فرق لما أجي أتعامل مع الناس بنوع من الرسمية الشديدة ويكون هو ده الطبع أو السمة اللي بتميز الناس اللي موجودين في الدولة دي، أو السمة اللي بتميز الناس اللي موجودين في مكان ما، عكس الناس اللي بتهتم بالعلاقات الطبيعية كده، وإن تنكسر حدود الرسميات ما بينهم في العلاقات. طيب، إيه علاقة ده بالتسويق الدولي؟ إيه علاقة إن في حاجة اسمها شمولية وحاجة اسمها خصوصية وعلاقتهم بالتسويق الدولي؟ قصة إن أنا لما برضو بخش بمنتج معين أو خدمة معينة وتكون الطابع الرسمي هو الغالب على المستهلكين والأفراد اللي موجودين في دولة معينة، يبقى المنتج وطريقة تقديم الخدمة لابد إنها تاخد الشكل اللي هما متعودين عليه في التعامل. لكن لما يكونوا متعودين على إن الطابع العلاقاتي والمشاعر الإنسانية هي الغالبة، أكيد هتأثر عليا حتى في طريقة تقديم المنتج ده، في طريقة الإعلان عنه، في طريقة الأساليب المختلفة للترويج ليه، في تقديمه في الأسواق نفسها، في الاستراتيجية المتبعة في تقديمه إلى آخره. فمثلا بيقول لي إن بعض البلدان، على سبيل المثال أمريكا مثلا، ألمانيا، بريطانيا، من البلاد اللي هي عالية الشمولية، يعني بتتسم بعلاقات رسمية بين الأفراد بصورة كبيرة، بعكس بلدان أخرى تتسم بالخصوصية العالية
زي الصين أو أندونيسيا على سبيل المثال مثلا. طيب ده كان ما يتعلق بالشمولية ومقابل لها الخصوصية. هل في أبعاد تانية حطاها ترامب نارس تفرق ما بين الدول وبعضها طبقا لطبيعة الأفراد فيها؟ حط عدة أبعاد الحقيقة، من ضمنها كمان الفردية والجماعية. الفردية والجماعية من اسمهم كده إن بعض البلدان بتقدس الفردية شوية، بتقدس الفردية يعني بتدعم روح المبادرة وبتدعم الفرد أكتر من الفريق، يعني تلاقي الأفراد فيها بيحبوا أكتر يشتغلوا بمفردهم، وبيبقى من أهم سماتهم إن هم عندهم مسؤولية شخصية كبيرة جدا، يعني طالما هم بيشتغلوا كأفراد أكتر منهم مجموعات أو فرق، بتلاقي كل شخص عنده قدرة على بذل مجهود كبير جدا جدا في أداء عمله، وبيتحمل مسؤولية العمل ده لوحده بصورة كبيرة، بعكس الدول أو المجتمعات اللي بتتسم بالجماعية أو بفرق العمل، يعني بيحبوا ياخدوا دايما قراراتهم من خلال لجان، بيحبوا دايما أهدافهم تكون بشكل جماعي، بيكونوا دايما يحبوا المسؤولية تتوزع على أكتر من فرد، وبالتالي كل واحد من الأفراد يكون مسؤول مسؤولية محدودة، وإجمالي المسؤوليات بقى بتاعتهم هي اللي تؤدي إلى إنهاء هدف معين أو إنجاز هدف معين. طيب دي برضو أكيد هتضفي أسلوب معين في التعامل مع الدولة دي في التسويق. خلي بالكوا الكلام ده كله قد يبدو لأول وهلة إنه غريب ومش مرتبط ربط مباشر بالتسويق، لكن لما نيجي كده في جزئية معينة هنلاقي هنا بنتكلم على التفاوض في التسويق كمان، أو التفاوض التسويقي. التفاوض ده أول خطواته إن أنا أجمع معلومات عن الطرف الآخر اللي أنا هتفاوض معاه، اللي أنا هتفاوض معاه على منتج جديد يخش في السوق، على إزاي هتفاوض مع الناس دي على إن أنا أنافسهم إزاي، ان انا اتعامل معهم ازاي، ان انا اكسبهم في لصالح المنتج بتاعي علشان اكبر الحصة السوقية بتاعتي اكتر. كل ده يستلزم دراستهم دراسة متأنية وجمع معلومات دقيقة عنهم. يمكن انا بكرر كل شوية الحكاية دي لان لما بنتكلم على التسويق الدولي كتير بيركز فقط على المزيج الدولي، وده اللي احنا لسه هنقوله، ده كل واحد من دول هنفرد له محاضرات عديدة يعني، لكن احنا بنقول ان دي البدايات بس اللي بنفهم فيها الأسس كده بتاع اختلاف الثقافات والنظريات المختلفة فيها، وبعد كده هنشرح المزيج التسويقي بصورته الدولية. طيب ايه كمان من الابعاد الثقافيه اللي هتحطها ترامب نارس؟ هي الموضوعيه مقابل العاطفيه، وطبعا دي برضو من اسمها الموضوعيه شويه بتبقى نوع من المحايده شويه في، وبيبقى المحايده في القرارات والمحايده في التعامل، بحيث ما يبقاش للمشاعر حيز كبير من التأثير على القرارات، فنلاقي التصرف بياخد شكل الرزانة والهدوء أكتر. تمام، بعكس العاطفية المشاعر بتغلب شوية في اتخاذ القرارات، وبتأدي ساعات إلى نوع من الحماس، يعني المشاعر مرتبطة هنا كمان بالحماس، تلاقي الفرد نفسه أكثر حماسا من غيره، والحماس ده قد ياخد شكل مثلا نوع من التوتر او نوع من الصوت العالي او غيره. في كمان من ضمن الابعاد حاجه اسمها التخصص مقابل السعه، والتخصص يقصد بيه ثقافه الاندماج بسهوله مع الاخرين.
الثقافة المتخصصة نعني بها هنا ثقافة الاندماج مع الآخرين، تمام، والمشاركة بصورة كبيرة مع الأصدقاء والمقربين إلى آخره. بينما حكاية السعة أو الثقافة الواسعة هي ثقافة يتسم أصحابها بسمات عامة لا تختلف ما بينهم وما بين بعض. وعادة الأفراد في الثقافات اللي هي المتخصصة بيتسمون بأن هم بيحبوا يتواجدوا دايما في أماكن واسعة، بيحبوا يفرقوا فرق كبير جدا ما بين الشغل والحياة الخاصة، ما يدمجوش الاتنين في بعض أبدا. تلاقيهم في الشغل مركزين جدا وقايمين بيه على ما يرام، وحياتهم الخاصة منفصلة تماما عن العمل، وبرضو بيعيشوها كما يجب أن يكون، تمام. في الأفراد اللي في الثقافات الواسعة بقى بيتسمون بأن غالبيتهم انطوائيين شوية، عندهم ارتباط قوي بين العمل وبين الحياة الخاصة، اللي هم ماسكينهم في بعض أو غصب عنهم مش بيعرفوا يفصلوا ما بينهم شوية. من ضمن الأبعاد كمان الإنجاز مقابل النسب، والكلمة دي بتتقال يقصد بيها ثقافة الإنجاز، مقصود بيها ثقافة بتمنح الأفراد مركز كبير من خلال حسن أدائهم للوظائف اللي هم منوطين بأدائها. في حين ثقافة النسب زي ما هي من اسمها كده باينه، بيعتمد هنا الشخص في افتخاره بنفسه على نسبه، هو ابن مين وهو مكانته العالية فين ومن أنهي أسرة في المجتمع اللي هو عايش فيه وعيلته ايه إلى آخره. طيب في كمان من ضمن الأبعاد اللي حطها العالم ده هي الوقت. الوقت هنا ميز فيه بين حاجتين ومنهجين مختلفين للوقت، في حاجة اسمها منهج تتابعي ومنهج متزامن. والتتابعي دي معناها ايه؟ معناها ان في ناس او في مجموعة افراد ما يقدروش يعني يعملوا غير عمل واحد بس في كل مرة، يعني بيعمل العمل الأولاني اللي هو منوط بأدائه، وبعدين يقوم بعد ما يخلصه يبتدي يعمل المهمة اللي بعدها وبعدين المهمة اللي بعدها وهكذا. دي سمات أفراد برضو، والناس دي عادة برضو بيتسموا بالدقة الشديدة في المواعيد وبمتابعة لصيقة بمدى تخطيط الجيد لكل شيء صغير وكبير، بعكس الناس التانية بقى اللي هي على الجانب الآخر اللي بتتسم بأن الوقت عندها متزامن. دول الناس اللي بيأدوا العمل أكتر من مهمة في نفس الوقت، أكتر من مهمة بنفس الوقت في نفس الوقت، وبيبقى عندهم الملكة إن هم يقدروا ينجزوها بكفاءة عالية برضو، لدرجة إن هم ممكن يوصلوا إن هم ما يقدروش يعملوا مهمة لوحدها، لازم يبقى في أكتر من حاجة تتعمل بالتوازي مع بعضها وتنتهي في وقت واحد، تمام. هنا بيكمل لي على جزئية الثقافة اللي احنا بدأنا بيها من المحاضرة اللي فاتت، إن بعض الثقافات دي مثلا ممكن تؤثر على سبيل المثال على التوزيع ومدى قبول المستهلك لتعديل تفكيره إن يتقبل إن يحصل توزيع من خلال مثلا نقاط بيع معينة، أو من خلال التوصيل، أو من خلال إن هو يشتري مثلا أونلاين مش من مكان محدد أو من أماكن متاجر معينة يعني لتوزيع السلعة. من ضمن الثقافات كمان اللي موجودة بيكلمني هنا على الفن نفسه زي الموسيقى على سبيل المثال، فبيقول إنها الموسيقى دي أحد الأمور أو أحد الأشكال اللي بتختلف من شخص إلى آخر في خلفيته، واللي بتأثر عليه بصورة ما، بتأثر عليه بصورة ما تخلي علشان أقدر أتعامل معاه في إعلان مثلا على سبيل المثال طبيعة الموسيقى و
خلفيتها من إثارة حنين لدى مشاعر المستهلك مثلا، أو ربطها بموسيقى كانت بتتسمع من سنين طويلة. مدى ارتباط الموسيقى اللي فيها طابع حنين دي على سبيل المثال بمنتج معين قديم وأنا بحدثه، أو بمنتج جديد لكن بربطه ببعض المنتجات القديمة اللي كان بيستهلكها الفرد، دي أكيد هتأثر عليه تأثير مختلف، أو هتأثر عليه تأثير يساعد في الترويج للمنتج بصورة كبيرة. تمام. بعد كده هنتكلم على التعامل مع، في لسه عندنا هنا قضايا اقتصادية وقضايا اجتماعية. يعني من ضمن القضايا الاجتماعية مثلا بعض المؤشرات اللي في المجتمع اللي تعرفني ازاي برضو هتعامل مع الافراد، زي مدى التحضر في التعامل، ممكن تكون مثلا مدى وجود عنصرية، فساد إلى آخره جوه هذا المجتمع. نيجي بقى لنقطة تانية، وهي دور بحوث السوق في الدخول إلى الأسواق الدولية. الحقيقة إن بحوث التسويق بتقوم بدور مهم جدا سواء على مستوى السوق المحلي أو السوق الدولي، لكنها أكثر تشابكا وتعقيدا بصورة كبيرة في التسويق الدولي، لأنها بتمنعني أو بتحقق لي مزايا يعني ذات ثقل كبير، ومن أهمها عدم التعرض للمخاطر. يعني بلاش عدم التعرض، دي الحد من الكثير من المخاطر اللي أنا ممكن أتعرض لها في السوق الدولي نظرا لغياب المعلومات الكافية عن هذا السوق. لكن المعلومات الكافية دي بتقدر توفرها لي بحوث التسويق اللي توصلني لإن أنا أقلل المخاطر إلى أقل قدر ممكن. كمان بتحدد لي إيه هي أهم الأسواق اللي تناسبني للدخول فيها وإزاي أدخلها، يعني بحدد الأسواق اللي هدخلها وكمان طريقة الدخول في هذه الأسواق القائمة والموجودة بالفعل. كمان من خلال بحوث التسويق أنا بحدد مزيج تسويقي أمثل أقدر أعتمد عليه. كمان بتحدد لي إيه هي قطاعات السوق اللي أنا ممكن أختارها وأركز عليها جوه السوق الدولي اللي أنا داخلاه. تمام. بتجمع لي معلومات دقيقة وبتوفرها لي فيما يتعلق ب طبيعة السوق، طبيعة المستهلك، وطبيعة البيانات دي بقى من غير ما أخش في بحوث السوق. يعني طبيعة البيانات دي منها بيانات سنوية ومنها بيانات أولية. تمام. وهنا بيضرب لي برضو مثال على بعض الدول في طريقة بحثها في الأسواق، فبيقول لي على سبيل المثال إن دولة زي اليابان بتعتمد على الأدوات الإحصائية بصورة أقل بكتير من أمريكا مثلا. يعني الناس اللي بتبحث في السوق اللي هم من اليابان بيعتمدوا على جمع البيانات من السوق نفسه أكتر من اعتمادهم على الأدوات الإحصائية، والعكس صحيح، أمريكا تعتمد على الأدوات الإحصائية أكتر من اليابان. بعد كده هنا بيقول لي ازاي بعض الامثله لبعض الدول اللي اخطاوا في دخول الدوله من غير ما يدرسوا ثقافتها جيدا، ومنها على سبيل المثال شركه تويوتا بتاعت السيارات. فهنا بيقول لي ان شركه تويوتا لاحظت ان بعض النساء مثلا ما بيقدروش يفتحوا أبواب العربيات والتعامل مع المقابض المختلفة في لوحة القيادة بسهولة، فاكتشفوا إن مثلا عادة مثلا إن الأظافر تكون طويلة شوية في لدى النساء، ده بيسبب لهم صعوبة في التعامل مع السيارة، فراعوا الحكاية دي إنها تبقى يعني تراعى الحكاية دي بالذات في العربيات اللي بطبيعتها بتكون أكتر
النساء بتقبل عليها، زي انها تكون حجمها صغير، الوانها ايه. فراعوا ان تبقى بعض المشاكل اللي واجهتها النساء فيما يتعلق بالعربيات دي تحاول ان هي تتلاشاها. طبعا المثال الكبير برضو اللي انا قلته في المحاضرة ما يتعلق برضو بالعروسة باربي وثقافة الناس، وإن العروسة دي لما دخلت عند بعض الدول العربية استنكرت يعني شكل العروسة، فبدأوا يستبدلوها بالعروسة فلة اللي بتلبس لبس يعني لونه وشكله وبصورة تكون متلائمة أكتر مع طبيعة الدول العربية والإسلامية. ده كله، ده بعض اللي أنا بقوله، ده بعض الأمثلة الصغيرة. الحقيقة إن الأمثلة كتيرة قوي قوي قوي، ودي مذكورة عندكم. فالأمثلة الصغيرة دي بس بتبين إزاي الثقافة واختلافها بيسبب مشاكل كبيرة جدا للمسلوب الدولي. لحد كده أنا هقف، وأشوفكم على خير في المحاضرة الفعلية المرة الجاية، وأتمنى لكم كل التوفيق.